وعلى بركة الله نستعين. أيها الحفل الكريم مشاهدينا ومتابعينا الأعزاء في كل مكان، نحييكم بتحية الإسلام، فسلام من الله عليكم ورحمته وتعالى وبركاته. نحييكم باليوم أيضا، اليوم السعيد الذي خصص لجروب عمالقة الهجن من مسافة 4 كيلومترات الحاضرة والجاهزة أيضا لمنافسة قوية، وهنالك تجهيزات للموسم الغادي، موسم 2016 و2017، أيضا موسم جديد ويحمل لنا طموحات كل المشاركين والمتابعين. وأعلنت انطلاقة الشوط الأول الرئيسي، شوط يحمل أسماء ويحمل تحدي كبير، وانطلاقة المقدمة والصدارة نوايت هنالك شديدة، ومسلم جار الله النابت من يقدم شديدة، وصلت ما شاء الله وتبارك الرحمن بأداء جميل وتحدي ممتاز. معزة وراشد المري من يعز بهذا التحدي، وثالث الأسماء وصلت ما شاء الله كتارة، اسم على مسمى جار الله بن متعب مرخص، من يقدم كتارة بهذا التحدي وهذا الانطلاق وهذا الاندفاع المميز، وانطلاقة كبيرة. جروب أهل الهجن وصلت في رابع الأسماء، وصلت ما شاء الله صملة وسلطان بن راشد آل نشيرة، من يقدم أداء جميل، وخامس النداء ما شاء الله وصلت الشاهينية، ومسلم بن محمد آل سعد، سالم بن محمد آل سعد، الأسماء الخمسة الأولى زعناها هنالك على حضراتكم كاملة مكمل، وصباحكم فل وصباحكم أيضا توافيق للموسم القادم. نرحب بجميع الحضور الكريم المميز بتحدي كبير وانطلاقة ما شاء الله وتبارك الرحمن، أداء جميل واندفاع، وهنالك تجهيزات للموسم القادم شديدة شديدة، ومسلم بن جار الله النابت من يقدم شديدة، ولكن الدخول ما شاء الله وتبارك الرحمن. وصلت أيضا كتارة 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 جابر بن متعب المرخص، ولكن الدخول ما شاء الله الشاهينية، وسالم بن محمد آل سعد من يقدم الشاهينية بأداء جميل وتحدي وانطلاق أيضا جميل. وصلت الله الله بشاير، وخالد بن محسن ايضا الكبيده من يقدم ايضا اسم كبير وتحدي واداء جميل ما شاء الله وتبارك الرحمن. الكبيده ايضا يقاتل من اجل الفوز، ويقاتل من اجل الناموس، ويقاتل بتحدي ايضا كبير، ولكن ثاني الاسماء وصلت ما شاء الله وتبارك الرحمن. جو جميل وجو ما شاء الله هدوء، هدوء دائما عودنا على المنافسه وهدوء أهل الهجن. الشاهينية وسالم بن محمد آل سعد من يقدم الشاهينية، دخول على المركز الثالث شديدة، ومسلم بن جار الله النابت البري وصلت ما شاء الله وتبارك الرحمن في رابع الأسماء، دخول ما شاء الله ما شاء الله كتارة كتارة جابر بن متعب مرخص من يقدم كتارة، ولكن يا مصورنا أوه الغادمة الغادمة ما شاء الله الغادمة الغادمة صملة وسلطان بن راشد آل نشيرة آل نشيرة ما شاء الله آل نشيرة قادم، وراح ورفع راية التحديد والعصا ما شاء الله يا نشيرة، الكيلو ونصف الكيلو، الكيلو ونصف الكيلو متبقية بقيادة صملة، يلا يا نشيرة آل نشيرة، روح بالتحدي روح بالناموس روح مع التحدي ما شاء الله وتبارك الرحمن. صباحك كل صباحك صملة سلطان بن راشد آل نشيرة، غادر بالتحدي وغادر بالناموس ما شاء الله، روح بالتحدي روح بالناموس. وثاني الأسماء وصلت هنالك الشاهينية وسالم بن محمد آل سعد
ولكن خلاص منروح وين كمرتنا بتروح مع النشيرة. النشيرة روح مع سملة، ولكن يوم صورنا أعطنا هنالك الغادمين وحزاري من الواصلين رافعين راية نحن غادمين، والكيلو الكيلو الكيلو الأخير كيلو التحدي وكيلو الصراع. يا النشيرة روح، يا بالنشيرة روح للتحدي، ولكن الغادمين وحزاري من الواصلين وعذابي من الغادمين. روح بالنشيرة روح للتحدي، راح مع صملة سلطان بن راشد. النشيرة النشيرة ما شاء الله وتبارك الرحمن صباحك فل، ولكن الغادمة الغادمة ما شاء الله شديدة شديدة ومسلم جار الله النابت غادم لا محالة، ولكن آل الشيرة رفع راية التهديد الستمية متر الأخيرة المتحدية المتحدية صملة وصاملة صاملة يا آل الشيرة صاملة بالفعل صاملة 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 مع التحدي صاملة مع الناموس. صباحك فل صباحك ورد يا آل الشيرة. الله ما شاء الله وتبارك الرحمن الأمتر المجنونة والحسمة. روح 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 بالتحدي الأمتر المجنونة والحاسمة والغتلة ما شاء الله. الشاهينية الشاهينية وسالم بن محمد السعد السعد صباحك فل صباحك ورد يا بن سعد. المعركة 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 الشاهينية الشاهينية السعد أزمة الوجود. صباحك فل صباحك ورد يا بن سعد. سلام الشاهينية سلام الشاهينية سالم بن محمد السعد السعد. روح لي صباح صباحك فل صباحك جميل السعد غادر 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 بالتحدي. تهانينا والناموس لمالك الشاهينية سالم بن محمد السعد. تاني الأسماء تاني الأسماء وصلت مشاهدينا صملة وسلطان بن راشد النشيرة. ثالث الأسماء وصلت ما شاء الله معزة وراشد المري توقيت زمني مشاهدينا ومتابعينا الاعزاء في كل مكان. ساعة وصول الشاهينية لخط النهاية قطعت 3-4 كيلومترات هاي 6:32 69 جزء. سلام سلام يا بسعة سلام. تهانينا والناموس لمالك الشاهينية أيضا أدت أداء جميل والتحدي ممتاز. سلام يا الشاهينية تهانينا والناموس.